من فيينا، من أحد أسواق فيينا الشعبية، رح نقدم لكم برنامج جديد عنوانه قصص نجاح للأخوة العرب الموجودين في فيينا خاصة وفي النمسا عامة. نتمنى تستفيدوا وتستمتعوا معنا بهالحلقات المميزة. خلوكم معنا بعد الفاصل. ميت أهلا وسهلا فيكم. أنا محمد شرقطلي من سكان مدينة دمشق، وجينا على النمسا بظروف الحرب والأمور هاي. الحمد لله أمورنا بخير هون، حاولنا نعتمد على نفسنا، فتحنا محل بفيينا بسوق 16. المحل عبارة عن سوبر ماركت وملحمة مكسرات، يعني أي شيء بيحتاجه البيت العربي السوري أو البيت العربي بشكل عام. بنحاول من هالمواد هي للناس شو بترغب فيها، يعني احنا بنحاول قدر المستطاع نأمن احتياجات الناس، والحمد لله عملنا، الله وفقنا، عملنا برا كشك لصفيحة والمناقيش وشاورما وفلافل، نهى الأكل العربي هذا المعروف، والحمد لله أمورنا بخير بفضل الله. فكرة هيك مشروع تفتحه بمدينة فيينا، منين اجيت وكيف كانت صعوبات لحتى بلشت هيك مشروع؟ هلا والله هي فيها صعوبات كثير، بس حاولنا نشتغل لحالنا لأنه ثقافتنا شوي صعبة على المجتمع النمساوي، إنه ندخل إحنا فكرة جديدة للمجتمع النمساوي بقلب مطاعم، وفيها شوية لبكة، فحاولنا إحنا نشق طريقنا لحالنا، والحمد لله الله وفقنا وعم نشتغل. عم تواجه صعوبات بالناحية الضرائب؟ هلا موضوع الضرائب شوي صعب صراحة، بس أخي بدك تتأقلم مع الجو والبلد اللي أنت عايش فيه والقانون، كلياتنا تحت القانون هون، أن القانون بيحكم الجميع. موضوع الضرائب أخي يعني هون بعتقد أنه ما حيظلموك كتير، إذا كان عندك مبيع وعندك أرباح تدفع، ما عندك يعني بيعفوك تقريبا. أما في شغلات أساسية هي ما بيعفوك منها، اللي هي ضرائب الشغيلة طبعا. في شروط حطوها عليك، مثلا لازم يكون عندك كم عامل، لازم يكون عندك مساحة المحل كذا، لازم يكون في مثلا دورة مياه، لازم يكون في يعني الشغلات لازم تحطها عندك في المحل. الشغلات الأساسية اللي كان في تدقيق عليها هي سلامة المحل وسلامة الزبائن، اللي هي موضوع مثلا الكهرباء، لازم يكون الكهرباء كلها 100%، المكنات، الميزان، الكاسة مثلا، التدفئة، هاي الشغلات الأساسية اللي كانوا يدقوا عليها. أما بالنسبة لموضوع الشغيلة وعدد الشغيلة وساعات دوامهم، لا ما في هيك شيء أبدا، هي بترجع شخصية إنهم ما بيتدخلوا فيها. لا ما واجهتك مشاكل أبدا مع النمساويين جيرانك كذا، بحيث إنه أنت لا. فتحت لا 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 صراحة أبدا ما انزعجت من حدا ولا حدا انزعج مني أبدا أبدا، صحيح يعني هاي الحقيقة. الله يعطيك العافية وشرفنا فيك، شكرا جزيلا لك. شرفتونا وميت أهلا وسهلا فيكم، الله يوفقكم، شكرا. الاسم عدنان عيبور، من سوريا، من مدينة دوما ريف دمشق، وتولد دوما كمان، جيت على النمسا لهون بال 2014 وحاصل على حق اللجوء والحماية، واخذت تعلمت لغة تقريبا شي سنة ونص، دخلت بالكورسات تعلمت شوي لغة، ومصلحتي انا هي انه لحم من ايام سوريا مثل ما بنقول احنا ابا عن جد، عارف كيف، مصلحتي انا لحام، وجيت لهون تعرفنا على صديقنا وأخونا الأستاذ فراس سعد الدين، هو أرشدنا على الطريق وهو دلنا كيف القوانين وكيف أنه أصول العمل وكيف بدك تشتغل كذا هون، وتعرفت على صديقي كمان
أبو سطيف صاحب السوبر ماركت، أخذ السوبر ماركت وبيعرفني أنه أنا بشتغل باللحم، فدق لي تليفون وقال لي تعال عندي بدك تشوف المحل. شفنا المحل واشتغلنا باللحم والحمد لله الأمور بخير وكل الأمور بخير. كيف كان، كيف شفت أنت وضع الشغل هون بفيينا، سهل ولا صعب؟ بالنسبة لأي واحد بده يشتغل هون ما في شيء صعب، بس بدك تفوت بالاندماج الشغل، تتعلم شوية لغة وتفوت بالاندماج الشغل ما في شيء صعب، بس أنت بده يكون عند الشخص عنده الإرادة ليشتغل، عرف كيف؟ وشو هي مصلحته طبعاً. لا في مصالح هون ما بتقدر مثلاً تشتغل بالسهل دغري، وفي مصالح بتقدر مثلاً أي مصلحة شو مصلحته الإنسان بيقدر يفوت دغري على مجال عمله فوراً. هلا أنا قبل ما أشتغل هون اشتغلت عند التراك، قعدت سنتين بسوبر ماركت تركي بفيينا وبفينار نويشتاك، اشتغلت عندهم سنتين، ضليت عندهم تقريبا قبل ما اجي اشتغل هون. انا كان لي هون تقريبا شي 7-8 أشهر وقت اشتغلت، كان لي بالنمسا دغري اشتغلت. ايه بحكم مصلحتي انه مطلوبه هون اللحم، كذا اللحم او القصاب، فدغري اشتغلت. واجهت شي صعوبات اثناء بدايه مشروعك هون؟ الأكيد واجهت صعوبات بالشغل، إنه أنت ما بتعرف مثلاً قوانين البلد، ما بتعرف اللغة، ما بتعرف مين بدك تروح تسأل، مثلاً تروح إنه وين بدي سجل، كيف بدي ساوي، كيف الأمور، لأنه هون بتعرف أنت النظام بالنمسا أو بأوروبا عامة غير بلادنا. هون بدك تروح تسجله بالكلاكين كاسا، أو يكون عندك محاسب ضريبي يقول واشتو يا بيراتا، يكون عندك كل شيء لحتى تقدر تخلص أنت مشروعك. أهلا وسهلا فيك، شرفتونا هنا مصطفى عيساحي. أهلا وسهلا فيك، تحكي لنا كيف جيت إلى النمسا ومن إمتى؟ أخي أنا مثل كل العالم طلعت، طلعنا بالأحداث، أول أحداث بسوريا طلعنا لهون، ويعني صياغة بنشتغل فيها نحن. أنت مهنتك الأصلية صياغة؟ صياغة إيه، فحبينا نعمل هون شيء، طبعاً لقينا صعوبات كثيرة. وشوي شوي مشينا بالطريق والحمد لله هلا قدرنا نفتح هون محل بفيينا وماشيين بالشغل الحمد لله. شو هي الصعوبات اللي واجهتك اثناء افتتاحك مشروع؟ اخي كل شيء، يعني اللغه ماشي، شغلات تانية الاجراءات المعاملات، يعني هي كيف بدك تمشيها، كيف بدك تامن الذهب. يعني عندنا بلادنا ما كان فيه، كان فيك تنزل على السوق السيارة تاخذ بدك اياه تمام ماشي. هون مشكله يعني تسوق البضاعه لازم تتأمنها من هني، لازم تعمل مع ناس ثقة يكونوا أهل ثقة حتى تقدر هذا الشيء، لأن أنت عم تشتغل بدك تدفع. وكيف لقيت حل هالمشاكل حتى فتحت المكان الآن؟ أخي عن طريق الأصدقاء، عن طريق المعرفة، عن طريق اشتغلنا بالمصلحة معلم. أول شيء ما أنا دغري جيت فتحت مكان، اشتغلنا فيها تعلمنا شوي شوي الحمد لله ومشينا. طيب كيف في عندك شيء فكرة أنك تكبر مشروعك في المستقبل ولا بس على مستوى هيك محل؟ إن شاء الله نحن يعني عم نحاول الشغلة الموسعة هون نساويها، أنه نشتغل هون القطع الذهب الصياغة نشتغلها هون بإيدنا. هاي الشغلة يعني مركزين عليها هلأ أكثر شيء، أنه في نوفر على حالنا تكاليف الشحن، تكاليف الأجور الصياغة اللي عم ندفع نحن، فالقطع لبين ما بتوصل لعنا هون عم يعني صار كثير غالي، فنحن عم نلاقي صعوبة بالمبيع، عرفت كيف؟ فعم نحاول نحن هون قد ما فينا انه نشتغل بإيدنا، نصنع بإيدنا مشان نقدر نساعد الزبون بالأسعار، نكسب نحن كمان يعني شيء يعني يرضينا ويرضي الزبون. شو عم تقدمه هون في المكان هاد بالضبط؟ شو الذهب كيف عم تجيبه منين؟ شو عندك ماكينة ليزر؟ أخي عندنا ماكينة الليزر هي جديدة جايبينها نحن، يعني صلنا فترة عم نسعى فيها والحمد لله هلا وصلتنا الماكينة، عم نفصل عليها أسماء، عم نختم أي شيء مثلا بلاك أو سلسال، عم نختم عليه أسامي، نختم عليه حروف، نختم عليه تواريخ، الخواتم، المحابس تبع الزواج، تواريخ زواج، أسماء، أي شيء يعني عم نكتب عليها. فهي شغلة منيحة يعني إنه هلا بنوجد عنا هون. وفي شغلات تانية مثل في ذهب مثلا قصة جيته لهون، فنحن عم من دبي، في عنا مثلا هنيك وكلاء فعم يتصدر من هنيك.
والشغلات الثانية لا نحن اللي عم نقدر نشتغلها هون بالزرد، سلاسل الزرد، الأساور الجدل، يعني هاي الشغلات هاي فنحن عم نشتغلها هون. هذا كله شغل يدوي يعني مو آلات؟ شغل يدوي، شغل يدوي عم نشتغلها هون نحن، وفي عنا مكاين كمان، في عنا مكاين بس عم نحاول نطور هاي المكان هاي يعني لنمشي مع، تعرف انت الله صار شغل يعني أكتريته مكاين، فنحن عم نحاول نطور هذا الشيء تنجيب مكاين حديثة ونشتغل فيها. المصري من سوريا من درعا. أهلا وسهلا فيك، تعرفنا عن شغلك وعملكم في هالمنطقة؟ والله من قبل سنة ونص فكرت بالمشروع إن نفتح أكلات سورية مثل الفول والحمص والفلافل ويعني والفتات، مشان نجيب يعني شيء من كنتور جديد وأكل جديد على فيينا. عرفوا عليه النمساويين، واجهتنا بعض الصعوبات هون وجبنا الموافقة وتأخترنا المكان، في ناس ساعدونا هون بفيينا والحمد لله الأمور تمام والناس مبسوطة. في نمساويين عم يجوا بيأكلوا من عندك كمان؟ ايه صار نسبة كبيرة من النمساويين يعني بيحبوا الأكلات السورية. كيف كان شعورهم؟ كتير يعني أحد النمساويين حكى إحنا لازم نشكركم مو أنتوا تشكرونا. إيه والحمد لله الأمور يعني للأحسن، عم تطور عم توسع إن شاء الله ونعرف أكثر. هي مصلحتكم القديمة أنتوا هالمصلحة ل وقت جيتوا لهون تبنيتوا؟ لا بالنسبة للفكرة إنه هون ما كان في يعني هيك أكلات سورية، الفتات أو إحنا تقريبا من أوائل الناس اللي فكروا فيها مثل الفول والفتات. والشباب خبرة ما شاء الله أبا عن جد بالموضوع الأكل. الله يعطيكم العافية وشرفنا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.